بهذا الفيديو راح نتعلم مع بعض كيف نربط متجرنا الووكومرس ونستعمل الاي بي اي لنربطه بتطبيق فلتر. راح نقدر بهذا التطبيق نجيب الصورة ونجيب اسم المنتج ونجيب السعر تبعه، وهيك بهالطريقة راح يظهروا عنا كل المنتجات الموجودين عنا بالمتجر، راح يظهروا عنا هون بالتطبيق. إذا ما عندكم فكرة كيف الواحد بيصمم متجر إلكتروني، في عنا سلسلة بالقناة مؤلفة من 33 فيديو بشرح فيها بالتفصيل طريقة إنشاء متجر إلكتروني باستعمال ووردبريس ووكومرس، فيكن تشوفوها وتتعلموا طريقة إنشاء متجر إلكتروني. كمان إذا أول مرة بتشوفوا القناة فيكن تشوفوا سلسلة تعلم فلتر، عملنا فيها مع بعض تطبيق أنشأناه من الصفر، كمان في 17 فيديو تتعلموا فيها أساسيات برمجة تطبيقات الموبايل باستخدام فلتر. في فيديو لحاله كمان بحكي فيه عن طريقة كمان عمل تطبيق الموبايل باستخدام فلتر بطريقة كتير سهلة وبسيطة بدون ما الواحد يضطر يكتب كود برمجي كبير، فيكن تشوفوه عنا بالقناة، هذا هو اسمه. هلا أنا أنشأت مشروع جديد بالفلتر بالطريقة اللي تعلمناها بالفيديوهات السابقة. هذا التطبيق ما فيه أي كود جديد، هذا هو الكود الافتراضي اللي بيجي مع الفلتر، رح نحذفه كلياته هلا ونبلش من الصفر. طبعا أول ما منشغل الكود الافتراضي بيعطينا هذا البرنامج البسيط يلي فيه هذا الزائد يلي بيخلينا نضيف رقم واحد كل مرة. اول شيء بدي ننزل باكج اسمها ووكومرس تيجي مع الفلتر. هاي الباكج رح خلي لكم رابطها باسفل هذا الفيديو. بيجي لهون على الانستالينج، بنسخ هذا النص كنترول سي، عم بيقول لي هون لازم احطه تحت الديبندنسي. بيجي لهون عند الباب سبيكت تحت الفلتر، بعطيه لصق، لازم يكون هو الفلتر على نفس الصف، يعني هاي المسافه لازم احذفها، بعطيه سيف. هلا هون بالاندرويد ستوديو بيعطيني هاي رساله، بكبس عليها مشان ينزل لي هاي الباكج. هلا هيك نزلت عندي الباكج، بسكر هذا الملف، بيجي لهون على المين دوت دارت، راح احدد كل هذا النص واحذفه. راح سكر هاي القائمه الجانبيه مشان يكون عندي النص واضح، وبلش بكتابه الكود الاساسي. مثل ما تعلمنا بالفيديوهات الماضيه انه اول شيء بنبلش الكود بامبورت ماتيريال، بعدين لازم اعمل امبورت لهاي الباكج الووكومرس. اعطيني هون الكود، بيجي بكبس على هاي الايقونه مشان انسخ، وبعملها لصق هون. كود الفلتر ببلش دائما بفانكشن، هي هاي الفانكشن الاولى اللي رح تشتغل عندنا، الفانكشن اسمها مين. هاي المين رح تشغل لي تطبيق عن طريق فانكشن اسمها ران اب. هون بده اسم ويدجت لازم انا اعمله، رح احط اسم ويدجت هون ورح ننشئه مع بعض. الويدجت رح يكون اسمه ماي اب. هلا رح انشئ ويدجت من نوع ستيتلس. يلي ما بيعرف شو يعني ستيتلس ويدجت او ستيتفول ويدجت، كمان عندنا فيديو بالقناه بيشرح هذا الشيء بالتفصيل. بكتب STL وبكبس انتر. هون بكتب اسم الويدجت يلي بدي اياه ماي اب. راح عندي الخطا هون. هلا يلي كتبته هون لهلا هو انه جيت لعند هاي الفانكشن يلي بتشتغل اول شيء لما بنضغط على هذا الزر. هاي الفانكشن بتروح بتدور شو اول ويدجت بدنا نشغله، بتروح بتشوف انه الماي اب هو اول ويدجت انا بدي شغله، بتروح بتشغل لي هذا الويدجت. هون هلا راح يكون شغلنا ضمن هذا الويدجت. هذا الكونتينر راح احذفه وراح استعمل بداله ماتيريال اب. الماتيريال اب هي بتساعدنا على ضبط اعدادات التطبيق. انا ما راح استعمل كل الخيارات المتاحه، راح استعمل بس التايتل وراح اسميه ووكومرس تيست. بعدين راح استعمل هوم، هي يعني صفحه رئيسيه. شو هو الويدجت اللي بدنا نشغله؟ راح اسميه ماي هوم بيج. كمان طلع لي رساله خطا لانه هذا الويدجت لسه ما انشاناه. باخر هاي ريتيرن لازم اجباري يكون في فاصله منقوطه بهذا الشكل. الماي هوم بيج راح يكون ستيتفول ويدجت لانه نحن في عندنا حاله بدها تتغير. هلا بس نوصل عندها راح اشرح عنها اكثر. راح اطلع برات هذا الكلاس واكتب stf مشان انشئ ستيتفول ويدجت، واكتب ماي هوم بيج. هلا هون قبل ما ابلش كتابه كود الويدجت راح اروح اجيب معلومات مهمه من متجر الكتروني. شو هاي المعلومات؟ بده شو هو اليو ار ال، شو عنوان اليو ار ال يلي بدنا نستعمله، يعني الدومين بدنا نحط الدومين هون، وبده كمان شيء بسموه كونسيومر كي، وبده شيء اسمه كونسيومر سيكريت. هلا رح ورجيكم منين بنجيبهم هدول المعلومات، وكلهم من نوع سترينج. هلا انا بمتجر الالكتروني رحت على الداشبورد، بعدين على الووكومرس سيتنجز، بعدين على الادفانسد، بعدين على ريست اي بي اي. هون انا بدي اضيف كي، بكبس على هذا الزر. اول شيء انا لازم اسمي هذا الكي مشان ما انسى انا عامله لشو، راح اسميه ووكومرس تيست اب. مين هو اليوزر المسؤول عن هذا الكي؟ راح خلي انا ايميلي. بعدين بده البيرميشن، يعني شو الصلاحيات اللي راح يستعملها هذا الكي، لانه لما بنستعمل الريست اي بي اي بصير فينا نعطي صلاحيات كبيره للشخص يلي بيستعمل الاي بي اي تبع متجرنا، لهيك لازم نكون كتير حريصين على هدول المعلومات وما نعطيهم لحدا ابدا.
هلا بحالتنا نحن بأدينا الريد انه قراءة فقط، فينا نستعمل الرايت في حال بدنا يعدل على المتجر تبعنا هون، وفينا نعطي ريد رايت بحالات معينة. هلا انا بالبرنامج اللي رح اعمله بأديني الريد، رح خليها هون واعطيه جنريت اي بي اي كي. هلا رح يطلع لي معلومات، هذا هو الكونسيومر كي والكونسيومر سيكريت. رح اعطيه اكبس على الكوبي واجي لهون على الكونسيومر كي واعطيه لصق، وبنفس الطريقة للكونسيومر سيكريت. هيك بالحالة انا بكون اخذت معلومات الاي بي اي. رح انسخ اسم الدومين وحطه هوني باليو ار ال. هيك صار عندي يو ار ال وكي وسيكريت. وهلا بنكمل بالتطبيق. هلا عند الماي هوم بيج رح انشئ متغير للمنتجات. المنتجات رح يكونوا هني عبارة عن ليستا، يعني بكتب كلمة ليست. بعدين في عندي تايب بيجي مع هاي الباكج، بيجي مع الووكومرس لازم استعمله. هذا التايب بيجي اسمه وو برودكت. هون بعطيه اي اسم بدي اياه، وطبعا راح يكون برودكت لانه هو مجموعة المنتجات، يساوي، وبعطيه هاي الاري. هيك بهالطريقة نكون عرفت ليستا من المنتجات وحاليا فاضي. هلا اذا حبينا نقرا شوي عن هذا التايب او هذا النوع، بكبس كنترول وبكبس على هذا الاسم، بيروح وياخذني على الكلاس وفيني اقرا فيه المعلومات يلي بدي اياها. بلاقي هون كل معلومات المنتجات، السلاج، الستاتوس، الاس كيو، البرايس، وكل معلومات المنتجات. هلا لازم انشئ اتصال بين تطبيق الموبايل والمتجر. لانشئ الاتصال بكتب ووكومرس، وهون كمان بسمي متغير اللي بدي اياه، بس كمان مشان يكون واضح رح سميه اسم ووكومرس. بستعمل كلاس الووكومرس. اذا بنحط الفاره فوقه بنشوف انه طالب 3 بارامترز، بده البيس يو ار ال والكونسيومر كي والكونسيومر سيكريت، وكل هدول البارامترز ريكوايرد، يعني مطلوبين اجباري لازم نحطهم، ونحن بالاساس جهزناهم فوق. نكبس انتر جواته، نعطي بيس يو ار ال. طبعا هاي الكلمه هي من الكلاس هاد، اما هاي الكلمه هي جايه من عندنا من فوق. وبنفس الطريقه الكونسيومر كي. في عنا اخر بروبرتي فينا نضيفها في حال حساتنا عم نعمل تيست، نعطي اس ديباج ترو. هاي بنضيفها لما بنكون عم نطور بالتطبيق. هيك هلا بهاي الفانكشن نحن بنكون عملنا اتصال بين التطبيق والمتجر الالكتروني. هلا كيف رح نجيب المنتجات؟ لحتى نجيب المنتجات بيلزمنا فانكشن ثانيه رح نسميها جيت برودكت، والوظيفه اللي رح تسويها هاي الفانكشن هو انه تروح تجيب هذا المتغير وتروح تضيف عليه المنتجات من المتجر. هلا بما انه هوني صار عندنا الاتصال، بننسخ هذا الفاريبل ونعطيه دوت. هذا الفاريبل بيعطينا كتير فانكشنز فينا نستعملها بتسهل علينا كتير الشغل. واحدة من هدول الفانكشنز هي get products بهاي الطريقة. هلا عاطيني هون انه هاي الفانكشن هي عبارة عن future، يعني فانكشن تاخد وقت لحتى تجيب المنتجات لانه الاتصال ما راح يكون سريع، لهيك هو بينصحني اني احولها لفيوتشر. بيجي لهون بكتب كلمة async، وهون قبل هاي الووكومرس بكتب await. بهاي الطريقة راح الخط الأحمر، وهلأ هيك البرنامج صار رضيان. هلأ إذا بعمل سيف بلاقي انضرب التطبيق لأنه لهلأ أنا أسا ما كتبت ولا شيء يظهر عندي هوني على الموبايل. هلأ رح نبلش بكتابة الكود اللي رح يظهر لي المنتجات بالموبايل. منبلش هوني بالسكافولد، والسكافولد بتاخد أبار. الأبار في عنده تايتل، رح نعطيها عنوان قائمة المنتجات. لازم استعمل ويدجت اسمه تكست. هيك بهاي الطريقة نعطيه سيف. هلا السكافولد شو عملت؟ قسمت لي التطبيق لقسمين، قسم الهيدر الابار فوق، وهلا بدنا نكتب البادي. لحتى اكبر هذا النص شوي بجي بحط فاصلة هون وبكتب ستايل تكست ستايل فونت سايز، وبعطيه 24. هلا بالبادي مثل ما شفتوا بمقدمة هذا الفيديو انه المنتجات كانت هوني جنب بعضها، فالشي اللي بنعمله هو بنعمل شيء اسمه grid view. هذا ويدجت جاهز بالفلتر، ورح نستعمل معه كلمة builder لانه المنتجات اللي عندنا هي متغيرة ما هي قائمة ثابتة، لهيك رح نستعمل grid view.builder. بنمسح هذا التكست وبنكتب grid view.builder. بنلاقي انه محرر الاكواد ضف لي لحاله هدول الميزات اللي لازم انا اعبيهم. في عندي grid delegate وفي عندي item builder. رح نبلش بالجريد ديليجيت. هلا هون بالعاده بنستعمل ويدجت كتير طويل اسمه، وهذا الويدجت بيساعدنا على ضبط حجم المنتجات او حجم الجريد. هلا رح نشوف مع بعض كيف. طبعا هلا هسه ما حفظت اسمه لهذا الويدجت. هلا هذا الويدجت بيساعدني على اول شغله، حدد انا كم عمود بدي، يعني المنتجات اللي شفناهم باول فيديو كانوا على عمودين. هذا الشيء بيصير هيك بهاي الطريقه.
هلا متى ما اعطيته 2 فهذا الشيء بيعني انه عامودين، بدي اكثر بغير رقم 2. في عنده كمان ميزه ثانيه، هون بياخذ مني النسبه المئويه لارتفاع كل عنصر، وهون هلا مبدئيا راح اعطيه 1. طبعا راح اورجيكم كيف بنضبط حجم المنتج او طوله بطريقه افضل من هيك، بس هلا راح اتركها 1 وراح نرجع لها بعد شوي. في عنا المسافات بين المنتجات ان كانت بالطول ولا بالعرض، راح خليها 10. هاي المين يلي هي بتعبر عن المحور الشاقولي، يعني عنا منتجين هون المسافة بيناتهم راح تكون 10، راح يكون في فراغ بيناتهم صغير. والكروس هي العامودي، وعلى فرض عنا هون منتجين راح تكون المسافة بين هدول المنتجين يلي فوق والمنتجين يلي تحت كمان 10. الايتم بيلدر بنعطيه فانكشن، هاي الفانكشن بتاخد كونتكست وبتاخد اندكس. هلا هاي الفانكشن راح يتم استدعائها بكل مرة نحن منجيب منتج، يعني على فرض هون اجا عندي مثلا 10 منتجات، راح يتم استدعاء هاي البيلدر 10 مرات، كل مرة راح يكون هذا الاندكس له رقم مختلف. فلأول شيء انا راح استلمه هون، راح استلم المنتجات او شو هو هذا المنتج يلي راح يوصلني، بكتب final product يساوي الليسته تبع المنتجات وباخذ الاندكس تبع هذا المنتج. يعني هلا هون انا عندي منتج واحد. هاي الفانكشن راح نعملها return، وهون راح يكون عندنا كمان ويدجت ثاني راح نضيفها لتكست مشان تجريب، ونعطيه save. طبعا انا حصلت على هذا الايرور بسبب اكثر من شغله انا لهلا لسه ما سويتهم. اول شغله انه انا عندي هاي المنتجات لهلا لسه ما عندي اي شيء عم يستدعي هاي الفانكشن. الفكره من انه نحن نستعمل stateful widget هو نحن مشان نستعمل شيء اسمه الستيت، set state او initial state. نحن حكينا في فيديوهات سابقه عن شيء متقدم بالستيت مانجمنت، ما حبيت اني اطبقه هون، حبيت اطبق الستيت مانجمنت بطريقه ثانيه مشان اتعلم شيء جديد. هلا راح اشرح لكم طريقه استعمال الست ستيت والانيشال ستيت. هون في عنا فانكشن اسمها انت ستيت، ويلي بتعني انه اعطي للستيت اعطيها قيمه مبدئيه، يعني ما تكون فاضيه الستيت بالبدايه. الستيت عنا بهذا التطبيق هو المنتجات، المنتجات عنا ببدايه التطبيق راح تكون فاضيه، بس نحن لازم نعبيها قبل ما نظهر المنتجات هون، والا بيصير عنا خطا بهذا الشكل. عن طريق هاي الانيشال ستيت بنكتب سوبر دوت انيشال ستيت، طبعا هذا الكود لازم يكون بالبدايه، بعدين بستدعي هاي الفانكشن مثل ما هي. هلا هيك بهاي الطريقة أول ما بقلع التطبيق رح يروح يشوف وين هاي الفانكشن ويشغلها. لهلا لسه المنتجات فاضي، لحتى تتعبى المنتجات بمعلومات معينة لازم ضيف فانكشن هون بقلبها اسمها set state. طبعا هاي set state رح خليها فاضية، هاي الفانكشن هي شغلتها بس أنه تنبه أنه نحن صار لنا معلومات جديدة، وتعمل مثل refresh لهذا المتغير مشان هاي المعلومات تصير بقلبه، واقدر استعملها هون تحت بهذا الوجت. هلا هيك انا خلصت تعاملي مع الستيت، ما عاد في داعي استعمل اكثر من هيك. اذا حبيت تشوف كيف عم تشتغل بيجي لهون بكتب print بعطيه dot to string بعطيه save، راح اعطيه اعاده تشغيل. طبعا هون كمان هاي الجريد فيو كمان ما بتشتغل عندي لانه بدها كاونت، في عندها شيء خاص فيها بدها تعرف قديش انا عندي منتجات، لاني قلت لكم انه هذا الايتم بيلدر راح يتم استدعائه بعدد المنتجات. كيف هاي الجريد فيو بيلدر راح تعرف عدد المنتجات؟ عن طريق هذا الكود item count بنقول له products.length. هيك بهالحاله صارت تعرف هاي الجريد فيو قديش عدد المنتجات، وبنلاقي راح الخطا هون. راح اعطيه اعاده تشغيل للتطبيق. هلا بعد ما ضفنا هدول المعلومات بنلاقي انه طلع عنا التكست يلي ضفناه بالجريد فيو بيلدر طلع عنا هون اكثر من مره، وهدول المرات هني عدد المنتجات يلي موجودين عنا بالمتجر الووكومرس. وهاي البرنت برودكتس دوت سترينج طلعت لنا المنتجات هدول هن. هاي هي القائمه بالمنتجات يلي وصلتنا من المتجر، هدول اسماء المنتجات. هون في عندي السعر، في عندي الستاتوس، وفي عندي النيم. وهلا راح نشوف بعد شوي كيف فينا نستعملهم. راح اعطي هون شويه بادنج، البادنج راح يكون من كل الجهات، لهيك راح استعمل كلمة all، وراح يكون 10. بعدين راح احذف هذا التكست، راح اضيف بداله column لأن المنتجات راح يطلعوا عندي بشكل عمودي. مثل ما بنعرف الكولوم عنده children بياخذ مصفوفة من العناصر. طبعا هاي العناصر هي راح تشكل المنتج، الصورة، الاسم، السعر، والزر. اول شيء راح نبلش بالصورة، راح تكون الصورة ضمن كونتينر. هذا الكونتينر راح يكون عنده طول 200، راح يكون عنده عرض كمان 200 مشان يكون شكل الصورة مربع. هلا راح تضيف الصورة، في عندي شيء اسمه ديكوريشن، بوكس ديكوريشن. هذا البوكس ديكوريشن بياخذ ايمج، لضيف الايمج بستعمل ديكوريشن ايمج. طبعا هاي الخيارات هي بتكون موجودة هون، نحن اذا بنكبس على الكنترول وبنكبس على اسم الكلاس بنلاقي الخيارات اللي بتاخذها.
نحن رح ناخذ هلا هذا الخيار اللي هو image ورح نضيفه هون. رح نعطيها image من نوع network لانه الصوره هي موجوده بالمتجر، متجر الووكومرس، الصوره ما هي بالتطبيق، لهيك نحن بنستعمل شيء اسمه network image. وين موجود هذا الرابط تبع هاي الصوره؟ موجود ضمن البرودكت دوت ايمج. الايمج هي عباره عن اري، راح اخذ اول عنصر وبعدين دوت سورس. هيك سورس بتعطيني رابط هاي الصوره، راح اعطيها لهي الصوره مثل بالسي اس اس، راح نعطيها الفيت مشان تكون مناسبه للحجم بوكس فيت دوت كفر. راح اعطيه سيف، بنلاقي يطلع لنا نتيجه هون. هلا راح نحسن هاي النتيجه اكثر واكثر. هلا هذا الديكوريشن ايمج بياخذ كلر، هذا الكلر راح يعطي لون للصوره، يعني مثل بليس هولر، يعني في حال انه الصوره ما اجت لانه مو في تحميل او في وقت لازم نستناه، راح يعطيها باك جراوند لون معين نحن بنختاره لحتى تتحمل الصوره معنا. راح نختار اي لون بدنا اياه هلا، راح اختار هذا اللون وراح اعطيه بوردر راديوس مشان تعطيني شكل حلو للصوره، او هيك حواف مايله على الزوايا. هلا احنا هيك امننا على الصورة، هلا رح نضيف العنوان. اجيت هون لاخر الكونتينر، رح اكتب كلمة تكست لحتى اجيب عنوان المنتج، بكتب product.name. بهاي الطريقة انا جبت هيك اسم المنتج. في حال هذا المنتج ما كان عنده اسم فينا نستعمل هدول الاشارتين، في حال انه ما تحمل معنا الاسم يطلع عنا نص تاني. طبعا هو رح يتحمل، بس نحن هيك مشان تتعلموا شغلة جديدة فينا نستعمل أي نص بدنا إياه، لنفترض لودينج أو يتم التحميل. هلا هون رح يجي يشوف، إذا ما لقى اسم رح يروح يطلع هذا النص، بس يجي الاسم فورا رح يظهر اسم المنتج مباشرة ويختفي هذا النص. فهدول إشارتين استفهام مثل if else. طبعا لنعطيه ستايل لهذا النص بنيجي بنكتب ستايل تكست ستايل، نعطيه فونت سايز رح أعطيه 16، فينا نعطيه هايت لنفترض 3. هلا رح نضيف السعر بنفس الطريقة اللي ضفنا فيها العنوان، كمان رح استعمل تكست. أول شي رح نحط إشارة العملة، لنفترض هلا نحن عم نستعمل يورو. قبل ما نحط إشارة اليورو لازم نحط الباك سلاش، فيني استعمل هاي الإشارة أو إشارة الدولار، هاي الإشارة اللي رح تظهر حد السعر. هلا السعر رح يكون عندي متغير، رح أعطيه زائد، بجيب السعر من المنتج product.price، بعطيه سيف، بلاقي كمان طلع عندي هون السعر، هاي اشاره اليورو وهذا السعر هون. لاعطيه غير لون روح على ستايل تكست ستايل. هلا الشيء الاخير اللي بنضيفه هو الزر، بننزل لنهايه التكست بنكبس انتر. الزر راح يكون ضمن كونتينر، هذا الكونتينر راح ياخذ تشايلد، التشايلد راح يكون ايكون بوتون. هذا الكلاس بياخذ ايكون، في عنا ايكون ومن الليسته تبع الايكونز فينا نضيف اي ايقونه بدنا اياها. وهلا نحن مثالنا بدنا ايقونة الشوبينج، شوبينج كارت، تاخذ كمان اون بريست. في حال ضغطنا على هذا الزر شو بيصير؟ بهذا الفيديو ما رح نقدر نضيف المنتجات على السلة، رح شوف هذا الفيديو قديش رح يلاقي اهتمام عندكم وشوف التفاعل معه، وبعدين يا بكمل بالسلسلة يا اما هلا هيك بوقف هون عند هذا الفيديو، بتكونوا اخذتوا فكرة عن طريقة ربط المتجر الالكتروني بالتطبيق. رح اعطي هاي الايقونة لون colors.white، هلا هيك اختفت الايقونه لانه صار لونها ابيض. هذا الكونتينر راح اعطيه اول شيء مارجن، بدي اخذ مارجن بس من فوق، راح استعمل اونلي توب وراح يكون 10، وراح يكون لون هذا الكونتينر يعني مثل الباك جراوند لهذا الزر راح يكون اسود، وراح يكون العرض 150. هلا وانا عم راجع التطبيق انتبهت انه انا كاتب شغله بالغلط، هون ما لازم تكون هاي البروبرتي نستعملها، لازم نستعمل وحده ثانيه بدالها. هيك بلاقي المنتجات طلعت عندي بالطول يلي انا بدي اياه. لسه عندي في خطأ صغير هون وهو بسبب هاي النسبة المئوية لارتفاع المنتج. هلا فيني زبطها انا اذا بعطيه رقم ثابت واللي هو 0.5، بعطيه سيف، بلاقي انه ما عاد في عندي ولا مشكلة، بس هذا الرقم رح يفرق معي حسب حجم الموبايل، لهيك انا لازم يكون الموضوع شوي دايناميك، يعني يحسبه لحاله بدون ما اعطيه رقم ثابت. لحتى اسوي هذا الشيء في عنا شيء اسمه ميديا كويري. هاي الميديا كويري تعطيني معلومات أساسية عن قديش حجم الموبايل، قديش الارتفاع تبعه، قديش العرض تبع هذا الموبايل، شو نوع الخط المستعمل، وبتعطيني كتير معلومات مهمة عن جهاز المستخدم. لحتى أوصل لهي المعلومات بنشئ متغير عن طريق استعمال كلمة var من variable size. أنا لأني بدي جيب الحجم تبع الموبايل يساوي، بلش اكتب ميديا كويري، هذا هو كلاس موجود عندنا بقلب الفلتر دوت اوف كونتكست. هون هلا بهاي الحالة أنا بصير عندي الوصول لأكثر ميزة بالموبايل، من هاي الميزات هو السايز، هذا السايز صار بيحوي ارتفاع الموبايل والعرض تبعه. هلا رح انشئ متغيرات جديدة كمان باستعمال كلمة فاينل، وهي المتغيرات رح تكون من نوع دبل لأنه ما رح تكون أرقام عادية، رح تكون أرقام مع فاصلة.
رح سمي هذا المتغير height، بستعمل هذا المتغير size dot height ورح أعطيه تقسيم 2.2، يعني تقريبا مشان يطلع عندي منتجين بالشاشة الرئيسية. طبعا هذا الرقم 2.2، أنا جربت أكثر من واحد لحتى بالأخير اعتمدت على هذا الرقم. كمان هلأ العرض كمان رح يكون من نوع double باستعمال size width، ورح أعطيه تقسيم 2 على فرض أنه أنا عندي بالعرض بيكون في منتجين. النسبة المئوية اللي بدي إياها راح تكون حاصل تقسيم العرض على الارتفاع. لحتى أشوف هذا الرقم قديش بعطيه print item width تقسيم item height، وهذا الرقم يلي بيطلع عندي هون هو يلي راح استعمله بدال 0.5. راح أعطيه save، بلاقي أنه الرقم طلع عندي كمان 0.5 وهدو أرقام. فأنا بروح بس بنسخ هذا الحكي هون، بنسخه وبحطه بدال 0.5، وبهاي الحالة صار الموضوع دايناميك ما عاد رقم ثابت. راح أعطيه سيف، بلاقي حصلت على نفس النتيجة. هذا الرقم إذا غيرنا فيه، نفترض حطينا 2.5، راح يعطيني مشكلة هون. كل ما قللته بيصير طول المنتج أكبر. لو نفترض خليته 2، بنلاقي صارت المسافة أكبر. خليه 1.5، بيصير المسافة بين المنتجات أكبر. لهيك أنا بعد التجريب لقيت 2.2 هو الرقم الأفضل. هيك بهالحالة صار عندي المنتجات جاهزة. هاي المنتجات نفس المنتجات الموجودة عندي بالمتجر. رح أعطيه إعادة تشغيل. مثل ما كن شايفين طلع عندي صورة باللون الزهري، وهاي الصورة طلعت مثل شيء اسمه بليس هولدر مشان ما تكون الخلفية فاضية فطلعت مع لون. هذا الشيء بيعطي انطباع أحسن للمستخدمين تبع التطبيق. طبعا حتى لما بنعمل سكرول قبل ما تتحمل الصورة تطلع الخلفية زهرية. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وقدرت اني اقدم لكم معلومة جديدة. واذا حابين تدعموا القناة فيكم تضغطوا على لايك وتشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم.